مرحبا بكم معاها حكيمة بتلعصي معنا هنا وجيت ريت الحليب ونقولكم هادي ريت الحليب هاني حنديرو تحلية باردة للسهرة تاعنا ونستعملو باكي تاع الفلون الفلون فاني وزوج مغارف ونص ممسوحين تاع النشا لا مايزينا وبالنسبة للسكر على حساب الذوق هاني حنستعمل تلت مغارف كبار ونبداو ان شاء الله في تحضير هاد التحلية. نمشي ناخدو انا نستعمل تلت مغارف تاع السكر ممسوحين وناخدو تلت مغارف تاع النشا. قلت لكم يعني النشا راني حندير تلت مغارف تاع القهوه مي انا هنا مانيش حنستعمل مغرفه تاع القهوه راني حنستعمل مغرفه تاع الماكله مي انتو تقدروا تستعملوا تلت مغارف تاع الماك تاع القهوه عفوا راني ندير المغرفه الاولى ممسوحين ما يلزمش نعمروهم ونحركو مليح. انا هنا كيما راكم تشوفوا راني نحرك مليح هذيك لا مايزينا نشا ودوك راني حابس مليح نستعمل الباكي تاع الفلون نوارا يعني هاد الفلون فالي ونقعدو نحركو مليح عليه قبل ما نحطوه فوق نار هاديه. انا هنا راني حنستعمل هاد لي بودوار هما اللي انا راح نستعملهم للتحليه تاعنا. شوفوا انا هنا لي بودوار تاعنا نحين نقسمهم على زوج هنا نقعدو نحركو مليح حتى الخليط تاعنا نحسوه بدا يتقال. بسم الله هنا خلاص انا حين نحطو الخليط تاعنا انا راني حنستعملو فوق هاد البلاط ونخلي الطبقة التانية حتى يشد روحو ونعاودو منو ان شاء الله. بسم الله هنا رايحين نديرو الطبقة التانية نقولكم هاد التحليه نقولكم نخلوها حتى ربع سوايع تشد روحها ونعاودو نولو ان شاء الله. كما راكم تشوفوا حنا هنا ما ندخلوهاش للثلاجه وهي سخونه نخلوها شويه تبرد وندخلوها تشد مده طويله ربع سوايع خمسه ونعاودو نولو ان شاء الله. مليح درتها معكم زدنا لها ديك الطشه تاع نوات كوكو وبسم الله راني حنقسمها معكم. شوفوا كيفاش جاتني نقولكم بنه كبيره في التحليه تاع نهار اليوم وان شاء الله ديروها العائله تاعكم وتاكلوها بالصحه وما بقى لي غير نقولكم في امان الله.